السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للحافظ الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيد. وكنا قد شرعنا فيما مضى في قراءة باب القراءة في الصلاة، باب القراءة في الصلاة، حتى انتهت بنا القراءة إلى الحديث الثالث في هذا الباب، وهو الحديث الواحد بعد المئة في سلسلة أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. قال الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام: الحديث الثالث عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. انتهى الحديث. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. انتهى الحديث. قال الشارح تقي الدين ابن دقيق العيد، وكعادته أن يبدأ بذكر ترجمة لرواة الحديث، فها هنا جبير بن مطعم قال: هو ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف قرشي نوفلي، يكنى أو يكنى أبا محمد، ويقال أبو عدي، كان من حكماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب، أسلم فيما قيل يوم الفتح وقيل عام خيبر، ومات بالمدينة سنة 57 وقيل سنة 59. وحديث البراء الذي بعده يتعلقان بكيفية القراءة في الصلاة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر. كما أسلفنا، بدأ المؤلف بترجمة موجزة عن جبير بن مطعم، وهذا جبير بن مطعم كما سيأتي بيانه روى هذا حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، لم يكن قد أسلم بعد، فإنه قد جاء إلى المدينة بعد معركة بدر ليساوم النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور. وقد جاءت في بعض الروايات أنه قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، حين سمع هذه التلاوة. وجاء أيضا في رواية: فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. وإنما اكتفى المؤلف هاهنا بهذا الحديث الموجز لأنه مما اتفق عليه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال الشارح: وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر، وصنف فيها بعض الحفاظ كتابا مفردا، وهو القاسم بن منده. قال: والذي اختاره الشافعية التطويل في قراءة الصبح والظهر، والتقصير في المغرب، والتوسط في العصر والعشاء، وكذلك هو اختيار الحنابلة، فإنهم يرون هم والشافعية أن التطويل يكون في قراءة صلاة الصبح والظهر، والتقصير يكون في المغرب، والتوسط يكون في العصر والعشاء.
وميزان التوسط والطول هو بقراءة المفصل. ولعلنا نورد هذا الاصطلاح أو التقسيم هذا المعروف عند أهل القرآن، وأحسب أن كثيرا من طلاب أو أكثر طلاب العلم يعرفون هذا التقسيم، لكننا نذكره لأنه قد يكون بعض أو قد يكون بعض متابعي هذه الكلمة وهذا الدرس ممن لم يطلع على هذا الاصطلاح. فإن القرآن قسم ثلاثة أقسام، الطوال يسمى بالسبع الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، تسمى السبع الطوال. ثم يأتي بعدها المئين، وهي السور التي جاءت فيها 100 آية يزيد قليلا أو ينقص قليلا إلى سورة قاف. ثم من قاف حتى آخر القرآن يسمى بالمفصل، يسمى بالمفصل، وسمي بالمفصل لكثرة فواصله لقصر السور وكثرة ما يفصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم، وقيل غير ذلك، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنه سمي المفصل لكثرة ما يفصل بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف في بداية المفصل على أقوال، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو الذي اختاره طائفة من المحققين ومن المعاصرين أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز، أنه يبدأ من قاف، فالمفصل فيها طوال وأواسط وقصار، طوال وأواسط وقصار. فالطوال يبدأ من قاف حتى سورة عما يتساءل، فهذه تسمى بطوال المفصل. ومن سورة عما يتساءلون حتى سورة الضحى يسمى بأواسط المفصل، ومن سورة الضحى حتى آخر القرآن إلى سورة الناس يسمى بقصار المفصل. واستثنى بعض العلماء من قصار المفصل، قالوا سورة البينة لم يكن الذين كفروا، وكذلك سورة اقرأ هي وإن كانت موجودة في ترتيب القرآن في القسم الذي يسمى بقصار المفصل، لكنها تلحق بأواسط المفصل، سورة اقرأ وسورة لم يكن الذين كفر. إذا تبين لك هذا فإن المقصود بالتطويل في قراءة الصبح والظهر بمعنى أنه يقرأ فيهما بطوال المفصل أو ما كان مثله من السبع الطوال أو من المئين. والتقصير، إذا قيل التقصير فيراد به كذلك قصار المفصل، وهو ما يبدأ من سورة الضحى إلى سورة الناس. والتوسط في العصر والعشاء أو ما ماثله من بقية القرآن، والتوسط في العصر والعشاء هو أن يقرأ من أواسط المفصل. هذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد. قال وغيرهم يوافق في الصبح والمغرب ويخالف في الظهر والعصر والعشاء، على خلاف بين المذاهب، وإن كانوا يوافقون أن الأصل التطويل في صلاة الصبح والتقصير في صلاة المغرب. قال واستمر العمل من الناس على التطويل في الصبح والقصر في المغرب، حتى أن الإمام أحمد في مذهب الإمام أحمد أنه يكره القراءة من قصار المفصل في صلاة الصبح، كان الإمام أحمد يكره ذلك، والعمل أيضا على القصر في صلاة المغرب. قد وردت أحاديث تخالف ذلك. قال وما ورد على خلاف ذلك من الأحاديث فننظر في العلة. قال فإن ظهرت له علة في المخالفة
فقد يحمل على تلك العلة، كما في حديث البراء بن عازب المذكور، فإن البراء بن عازب ذكر أنه كان في السفر، فمن يختار أوساط المفصل لصلاة العشاء الآخرة يحمل ذلك على أن السفر مناسب للتخفيف. وقلنا أن مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن السنة أن يقرأ في العشاء بأواسط المفصل. وها هنا حديث البراء بن عازب ورد أنه قرأ فيها بالتين والزيتون، والسورة الأخرى قال الحافظ ابن حجر بعد بحث وتحر قال فإنه قد قرأ في قرأ بالقارعة، قرأ في الركعة الثانية بالقارعة. فالشاهد أن حديث البراء بن عازب ذكرها هنا أنه قرأه في السفر، فمن يقول بأن المسنون قراءة أواسط المفصل قالها هنا إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقصار المفصل لعلة وهي السفر، ومن دواعي السفر أن التخفيف، ومن دواعي السفر أن يخفف، لأن المسافر يكون مشغولا بسفره ويكون أيضا مشغولا بتعبه. لكن ها هنا تنبيه أورده الحافظ ابن حجر لا بأس بذكره، يقول لكن طائفة من أهل الحديث كالبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم حين بوبوا وذكروا هذا الحديث بوبوا له بباب، قالوا باب القراءة في العشاء من غير تقييد في السفر، وكأنهم رأوا أيضا أن السنة أن يقرأ بأمثالها بقصار المفصل في العشاء، فإنهم لم يذكروا هذا، لم يذكروا هذا القيد، لكن أكثر أهل الفقه، أكثر الفقهاء يقيدونه، يقولون إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بالتين والزيتون، وذلك لأنه كان مشغولا بالسفر، وقد ذكر ذلك البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة، كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب. وهذه القراءة وهذا الحديث هو من الأحاديث التي تعارضت مع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من التخفيف في صلاة المغرب، لذلك ذهب أهل العلم مذاهب شتى في هذا التوجيه. فإن الإمام مالك قد استعان بالقاعدة المالكية المعروفة وهي عمل أهل المدينة، فإن عند الإمام مالك أن خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة فإنه كان يقدم عمل أهل المدينة، لذلك كان الإمام مالك يرى كراهية أن يقرأ في المغرب بالطوال من المفصل، وذلك لأنه قدم عمل أهل المدينة، قال العمل عندنا عند أهل المدينة على قراءة قصار المفصل. طيب هذا الحديث قال هذا خبر أحد، ومن المعلوم في أصول الإمام مالك أن عمل أهل المدينة يقدم على خبر الأحد. ومنهم من سلك مسلكا آخر كالإمام أبي داود رحمه الله تعالى، يقول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور وما ورد عنه أيضا أنه قرأ بالأعراف، قرأ في المغرب بالأعراف، فإن هذا كان أول عهده، بدليل أن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه جاء بعد غزوة بدر، ثم كان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بقصار المفصل، فحمل هذا الحديث على النسخ، قال هذا الحديث منسوخ، قال هذا الحديث منسوخ. وكذلك القرطبي
في شرحه لصحيح مسلم قال هو متروك، وما أدري ولا أدري هل قصد بأنه متروك بمعنى لا يعمل به لتقديم عملها للمدينة، أم بمعنى أنه منسوخ، ولعله أراد أنه منسوخ بمعنى أن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من قراءة قصار المفصل يحمل حينئذ هذا الحديث على أنه منسوخ. ولطالما ذكرنا قاعدة نافعة معروفة عند أهل الأصول وأهل الفقه، وهو الجمع، أن الجمع بين الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. الجمع بين الأدلة أولى من أن نهملها أو نهمل أحدهما، لأنك إذا قلت منسوخ معناه أنك قد أبطلت هذا الحديث وألغيته ورفعته، وفي النسخ، والنسخ فيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه. فلذلك مذهب الإمام أحمد والشافعي، وهذا هو اختيار المؤلف هاهنا، أنهم قالوا السنة هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فداوم النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة قصار المفصل في المغرب، وهذا الحديث يحمل على الجواز بمعنى أنه جائز. ما نقول أنه مكروه، لأن من قدم عمل أهل المدينة قال قراءة أمثال هذه السور الطويلة مكروه، حمله على الكراهة، وكذلك من قال أنه منسوخ يحمله على الكراهة، لكن مذهب الإمام أحمد والشافعي أنهم يعملون هذه الأحاديث ويقولون السنة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين يدل على الجواز والإباحة، فيباح من غير كراهة أن يقرأ المؤمن بأمثال هذه السور في المغرب. قال والصحيح عندنا، وهذا اختياره، وقلنا أن هذا التوجيه هو التوجيه المعروف عند الحنابلة والشافعية. قال والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة، لأن الكراهة حكم شرعي، معناه أنك حملته إذا قلت أنه مكروه بمعنى أنه منهي عنه، فلذلك قال هو جائز بمعنى أنه مباح. قال كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب، وكحديث قراءة الأعراف فيها. قال وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، إلا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم غير مكروه، فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو في درجة الاستحباب. طيب، إذا قلنا ما لم يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيضا قراءته غير مكروه. قال وقد تقدم الفرق بين كون الشيء مستحبا وبين كون تركه مكروها، فإن هذه قاعدة أيضا ذكرها المؤلف فيما مضى. قال لا تلازم بين قولنا هذا مستحب وإذا تركته يكون مكروها. قال قد يكون الشيء مستحبا وإذا ترك لا يكون مكروها، وضرب لذلك أمثلة. قال كصلاة الضحى، فإن فعلها مستحب لكنك إذا تركتها لم يكن تركك لها في من قبيل المكروه، وكذلك النوافل فإنها أيضا مستحبة لكن إذا تركتها لم يكن تركك لها مكروها، والضابط بينها. قال وقد يكون الشيء مستحبا لكن إذا تركته يكون مكروها. قال كغمس يدي المستيقظ، يعني إذا استيقظ من نومه ثم غمس يده في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بنهي عن هذا الفعل وحمل هذا النهي على الكراهة،
فقال: غسل اليدين 3 مستحب، وإذا لم يغسلها المستيقظ من النوم كان تركه لها مكروها لورود النهي فيه. قال: وحديث جبير بن مطعم المتقدم مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه لما قدم في فداء الأسارى، أي أسارى بدر. وهذا النوع من الأحاديث قليل، أعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده. ولعلنا نذكر أيضا أن هذه من مسائل أصول الفقه وأصول الحديث والحديث كذلك، فإنهم يذكرون في شروط الراوي أن يكون مسلما، من شرط الراوي أن يكون مسلما. ثم استثنى الجمهور، جمهور أهل العلم، قالوا: وإذا سمعه حال كونه كافرا ثم أدى هذا الحديث بعد إسلام فإنه يقبل. وخالف في ذلك قلة، خالف في ذلك قلة. فإذا سمع الحديث حال كفره ثم أدى، قال العبرة بالآخرة، بآخر ما فعل، إذا أداه ورواه حال إسلامه قبل. وكذلك شبيه هذه المسألة حين يشترطون أيضا، يقولون أن يكون بالغا، من شروط الرواية أن يكون بالغا. وكذلك استثنى جمهور المحدثين وجمهور الأصوليين أنه إذا سمعه حال صغره ثم أداه بعد البلوغ فإن الحديث يقبل على وفق هذا الذي قال. وهذا النوع من الأحاديث قليل، بمعنى إذا سمعه الراوي حال كفره ثم يؤديه بعد إسلامه. الحديث الخامس، الحديث الخامس من باب القراءة في الصلاة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: سلوه لأي شيء صنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. انتهى الحديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: قول عائشة فيختم بقل هو الله أحد يدل على أنه كان يقرأ بغيرها، يعني يقرأ سورة ثم يختم هذه السورة بقل هو الله أحد. والظاهر أنه كان يقرأ قل هو الله أحد مع غيرها في ركعة واحدة ويختم بها في تلك الركعة. وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ في السورة، يقرأ فيها السورة. وعلى الأول يكون ذلك دليلا على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلا أن يريد الفاتحة معها، إلا أن يريد الفاتحة معها. فهذه أوجه، وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على جواز أن يجمع القارئ في الصلاة بين سورتين. فقال: الظاهر أنه كان يقرأ بقل هو الله أحد مع غيرها في ركعة واحدة ويختم بها في تلك الركعة. وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة، بمعنى يقرأ في الركعة في الركعة الأولى بسورة ثم يقرأ الفاتحة، وكذلك في الركعة الثانية، وكذلك في الركعة الثالثة، إذا في الركعة الثالثة والرابعة. هذا الظاهر. وقال: واحتمال أن يكون يقرأ بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة. وفي كل الأحوال استدل بها على جواز أن يقرأ المصلي بسورتين في الصلاة. لكن قبل
يعني أن نورد كلام المؤلف، بقية كلام المؤلف، لعلنا نورد يعني إشارة أو تنبيها جيدا ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. يقول: هذا الحديث يدل على أن هذا الفعل الذي فعله هذا الرجل ليس هو الأفضل، وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى أنكروا فعله، ولما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على إنكارهم، بمعنى هذا لم يكن مألوفا، يعني بمعنى أن يقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة، ما كان معروفا أو مألوفا، فقال: ليس في هذا الحديث دليل على أن هذا ليس هو الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على إنكارهم، ثم سألهم أو طالبهم أن يسألوه لما يفعل ذلك، فلما أخبرهم بأنه يفعل ذلك محبة في هذه السورة أقره النبي صلى الله عليه وسلم لأجله حبه لهذه السورة. فلذلك نقول: إذا وجد من يتعلق قلبه بهذه السورة مثل تعلق هذا الرجل، جاز له أن يعمل بهذا الحديث من غير نكير. إن كان قلبه يتعلق بهذه السورة ويحبها هذا الحب، فنقول لك رخصة في ذلك. لكن إن لم يكن له ذلك، فليس له أن يقتدي بهذا الرجل في هذا الحديث، لأن هذا الحديث ليس فيه دليل على أفضلية هذا الفعل. فهذا تنبيه جيد أورده ابن رجب، أحببنا أن نورده في هذا المقام. قول الرجل حين سئل لما تفعل ذلك، قال: لأنها صفة الرحمن. قال الشارح: يحتمل أن يراد به أن فيها ذكر صفة الرحمن، يعني قل هو الله أحد ليست صفة لله عز وجل، ما نقول قل هو الله أحد صفة لله عز وجل، لكن الرجل أراد أن هذه السورة فيها ذكر لصفة الرحمن عز وجل، كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف، وإن لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف. هذا احتمال، بمعنى هذه السورة فيها ذكر لوصف الرحمن لذلك أحبها. ويحتمل أن يراد غير ذلك، إلا أنه لا يختص ذلك بقل هو الله أحد. إذا قلت لأنها صفة الرحمن، أي فيها اشتملت هذه الآية أو هذه السورة على صفات الرحمن، نقول كثير من القرآن من سوره وآياته قد اشتمل على صفات الله عز وجل. قال: لعلها خصت بذلك لاختصاصها بصفات الرب تعالى دون غيرها، بمعنى من أول الآية إلى آخرها هي صفة لله عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلذلك عبر هذا الرجل أنها صفة الرحمن، لأنها تميزت عن بقية السور بأنها من أولها إلى آخرها قد اشتملت على صفة الرحمن عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، يحتمل أن يريد بمحبته قراءة هذه السورة، لأنه يقرأ هذه السورة، ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب عز وجل وصحة اعتقاده. كلا الاحتمالين صحيحان، إما أن يكون لمحبته لهذه السورة، أو يكون لأن هذه السورة قد اشتملت على صفات الله عز وجل، وتعلق قلبه بها بصفات الله عز وجل فأحب هذه الصفات، لذلك أحبه الله عز وجل. فيحتمل
وهذا يبين صحة اعتقاده، فلذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحبه. ثم نختم بالحديث السادس من هذا الباب، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وهذا الحديث له تتمة كما سيأتي بيانه أو سبب. قال: أما حديث جابر وهو الحديث السادس فلم يتعين في هذه الرواية في أي صلاة قيل له ذلك، هل هي صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الظهر، لكننا قد عرفنا أن صلاة العشاء الآخرة هي التي طول فيها معاذ بقومه فتذمر الناس منه، ثم قال له: أفتان أنت يا معاذ، رواية أخرى: أفتان أنت يا معاذ، ثم أرشده بحرف التحضيض، قال: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى. فبجمع هذه الروايات تبين أن المقصود بهذه الصلاة هي صلاة العشاء، فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة. وهذه السور هي من أواسط المفصل، هي من أواسط المفصل، فدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر، بمعنى أن يقرأ من هذه السور أو يقرأ قدرها من الطوال والمئين، فما يزيد على ذلك. قال: ومن الحسن أيضا قراءة هذه السور بعينها، أي الطور والأعراف وما جاء وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الحسن أيضا، مع أن المصنف أو المؤلف حملها فيما مضى، قال: يدل على الجواز، لكن سيأتي التعليل بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال: من الحسن أن يقرأ هذه السور التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عنه أنه قرأ بالأعراف في المغرب وقرأ بالطور، ثم نصها هنا بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. قال: وكذلك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القراءة المختلفة فينبغي أن تفعل، فينبغي أن تحمل. لكن ها هنا لاعتبار آخر، وإن كان المصنف قد مال ورجح أنه يدل على الجواز ويدل على الإباحة، لكن ها هنا قال: وإن ورد مرة عنه صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تفعل. قال: ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، اقتداء به صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. فلا بأس إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرتين بالأعراف فاقتدي به، وإن قلنا أنه يدل على الإباحة والجواز فاعمل به مرة، فإن العمل بالحديث مرة ولو مرة يكون صاحبه من أهله. وها هنا لطيفة ننقلها: فإن الفاكهي تعقبه في هذا الموضع، وتعقب هذا المنقول عن بعض أهل العلم، قال: فهذا يقتضي قراءة الأعراف في المغرب مرة وبالطور، ومن المعلوم أن العمل على خلاف ذلك، بمعنى أن الأغلب من صلاته صلى الله عليه وسلم وعمل الناس أنهم يقرؤون بقصار المفصل، فلذلك تتبعه بالنظر. لكن جاء ابن الملقن وهو متوفي في سنة 806، وهو صاحب الإعلام شرح عمدة الأحكام،
فتعقب الفاكهي فقال: وما الذي يمنع من ذلك؟ يعني أن يعمل به مرة أو مرتين، فقد فعله ابن دقيق فيما بلغني، بمعنى أنه قرأ بالأعراف والطور، فقد بلغني أن ابن دقيق فعله وفعلته كذلك ولله الحمد، بمعنى أن يعمل. فلذلك نقول يعني هذا الإرشاد جيد في هذا المقام، فمن وجد فيه في نفسه نشاطا وعرف يعني إن كان إماما وعرف ممن معه أنه لن يضرهم هذا التطويل، فإنه لا بأس أن يصلي المغرب بالطور وبالأعراف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا أيضا نختم يعني هذا الباب باختيار ذكره غير واحد منه ابن العطار، وابن العطار تلميذ ابن دقيق العيدي، تلميذ ابن دقيق العيدي رحمه الله تعالى، وهو أيضا له شرح على عمدة الأحكام، لكنه يعني لخص ما ذكر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التطويل والتخفيف، فأورد كلاما حسنا ينبغي للأئمة أئمة المساجد أن يراعوه وأن يأخذوه في الحسبان. يقول: الأحاديث الواردة في تطويله وتخفيفه تنزل على حسب الأحوال، يعني ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من التطويل، فإنه كان إذا سمع بكاء طفل عجل صلى الله عليه وسلم، عجل في صلاته مراعاة لأمه، وربما أطال. ثم إن هذا الحديث فيه تعليل لما يقرأ بأواسط المفصل نحو سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، قال: فإنه، وقلنا أن إن من مسالك التعليل من حروف التعليل، فإنه يعلل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يصلي بهذه السور، ثم علل ذلك فقال: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. قال ابن العطار: قال: التطويل والتخفيف ينزل على حسب الأحوال، وقد ومن استقرأ فعله صلى الله عليه وسلم وجد التطويل حال كونه إماما أقل والتخفيف أكثر. يعني من تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إماما يجد أن أكثر صلواته صلى الله عليه وسلم كان فيها التخفيف لا التطويل. قال: فيكون التطويل لبيان الجواز والتخفيف لكونه أفضل، والتخفيف لكونه أفضل، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن هذا جائز، أما الأفضل فلا شك أن التخفيف هو الأفضل والأولى. وهذا يعني الأمر ينبغي أن يراعيه أئمة المساجد على أحسن ما يكون، أن يراعي أئمة المساجد هذا الأمر على أحسن ما يكون. هذا ما سمح به المقام، ونقف عند هذا عند آخر هذا الباب، على أن نستكمل إن شاء الله تعالى باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.